السؤال الأول في هذه الحلقة: موظف حكومي يبقي جزءا من راتبه لا ينفقه، لماذا؟ مقابل التقصير أو التأخير في العمل للتخلص منه بتوجيهه إلى مصارف عامة تطهيرا لدخله. هل يجوز إنفاقه على الحالات المرضية الصعبة أو المرافق العامة في الجملة، مساجد، مدارس، ملاجئ، أم أن الحالات المرضية الشديدة ألزم وأنفع وأخص وأرجع ثوابا؟ الجواب عن هذا: إن أول ما ننصحه به تجنب التقصير في العمل والتأخير فيه، هذا هو الأبرأ للذمة والأرضى للرب جل جلاله. نقول للسائل الكريم: إن كل جزء من الأجر لابد أن يقابله جزء من العمل، وإن جزء الأجر الذي لا يقابل بجزء من العمل فيه إشكال كبير، لأنه قد يكون سحفا وقد يكون حراما. والفقهاء في غاية الدقة وفي غاية التشديد في هذا، حتى يقولون: لو جاء الأجير وقال: نسيت وصليت بغير وضوء، هل يمكن من إعادة الصلاة أم لا؟ قالوا: نعم يمكن، لكن يطرح من أجره أو يخصم من أجره ما يقابل المدة التي أعاد فيها الصلاة، إلا إذا طبت نفس صاحب العمل بخلاف ذلك. فقط مثال يجسد لك أهمية هذا المعنى عند فقهائنا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أما ما ذكرت فيما يتعلق بالتخلص مما ذكرت تطهيرا لمالك، فاحسب أن الأمر في ذلك واسع، لكن أفضله ما أغاث ملهوفا أو ما وافق حاجة مضطر. لا شك أفضله ما أغاث ملهوفا أو وافق حاجة مضطر. أعاننا الله وإياك يا حبيبي.